بسم الله الرحمن الرحيم، راح اتكلم ان شاء الله عن بوس اسمه كوماندر نين. طبعا ذول اللي اسحب عليهم طبعا ما حقلك توصل عندها كوماندر حي. طيب، اول الاستراتيجيات اللي تسويها تستدعي السؤال ليش. الحين تعرفون السبب، تخلي الميمك يقاتل واحد من هذولة عشان تفتك منهم، عشان ما يصير عندك ثلاثة على واحد. حلو، يلا الحين هذا يبقى سهل. اح 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 اح، هاي امزح هين وز احا. ايوه الميمك توصل. احا باك ستاب ثاني. يا سلام، يلا الحين نقدر نسوي باك ستاب ثالث. ايا مات الميمك، واو يوزلس، بس سوي اللي عليه شكرا له. موت جولو هي فريندز. واو واو واو، حدي مين بيجيني؟ لا حلو، يلا موت يا شيخ. ايزي مات الاول، باقي الثاني الحين بعدين. حلو، ايييي صح، في ايتمز تتكلم عنه. اذا مات على واحد من هذولا تمام، يخلي واحد من هذولا ضده. يلا وش قاعد تسوي ذا؟ واو لايتي، طبعا شفتوني بدلت هنا، هذا افضل شوي. واو نايس، حلو يلا الحين نضرب. طبعا زي ما شفت الجليد انا معاك، هذا ضربه بالارض، دوج يمين او دوج يسار، بعيد عنه. اح ضربه ثلج، ضربه غبي غبي ذا الكماندر غبي. واحد يا رجال، هذا لف يمين بس دوجها. وز وش بسوي الحين؟ بنط من فوق يب كهربا، دوج بنفس اللحظة، بعدين بيطلع وراها اثنتين. حلو حلو، وش العصاه هذي؟ مخب عين. واو حلو، اي 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 اي، واو 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 واو، هدي هدي نفسك شوي، تو ماتش سبين تعب. نضربه ضربه برجل دوج نايس. اي يلا بنط من فوق، لا هذا شاطر كويس. واو وز كويس، شو بسوي الحين؟ تعال يلا هوب دوج، بعدين طعن يسار ثنتين، اضرب ثنتين. روح كويس، ابغى وجه مقطوع شكله، ضرب بالارض دوج. اح طعنه باليسار، وضربه باليسار، نحن نجمع ستيك شوي. واو وز وز، واو دوجنا حلو. احا اسمح لي هيل، ما خلاني وبا نايس، جاني دم شلون كذا. anyway تعال هوب هوب، نطلع من فوق دوج، بعدين طعنا يسار، طعنا يسار ضربة. حلو دوجنا ضربة تهز الأرض. حلو أقوى ما عنده ضرب الأرض. حلو غبي وز، أوه جينا صدها بعد كويس جدا. وش واحدة ثانية ثالثة رابعة. هذا البوس يعتبر بوس أساسي عندنا نقول، السبب انه هو اول مكان اللي بعده بيعطيك قطعة ميدالية تقدر تستفيد منها توديك مكان ثاني عشان تكمل اللعبة يعني. نوز يلا تعال هيا، يلا الحين نضرب، باقي لك كم ضربة وتموت. وز واحدة اثنتين، بعدين شوت اللي صار ضربة تهز الأرض. حلو كويس، بركين ده اثنتين اضربة تهز الأرض، نطل فوق فايز دوج ضربة باليسار، واحدة ثانية. واو باليمين الحين، ايش عنده غير؟ ضربة قوية كويس دوجنا على وشنا
طابت اخذ توجنا بس اوف ضابط قطعنا يسار فوز يلا على وش فوز لود نايس احا لكن المكان اللي بعد اللي اقصد فيه